هلا بنقول صباح الخير لكم مواليد برج الدلو، شوية توقعات العامة لإلهم. صباح الخير لكل مواليد برج الدلو، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. طبعا العلامة 9 من 10، يعني في أبراج أخذ أكثر منه علامة. ليش؟ لأنه زحل شوي يعني بده يعكس له مسيرته لمولود برج الدلو. أول شيء بدي أعيد الأستاذ وسنان، نقول إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، مدام رسمية صقر وبشار معلا وئام حسن، مها مروة، أحمد ريا، محمد ريا، زكية بدور، مها المؤيد وابنها الدكتورة سعاد. وإذا نسيت حدا ما تزعلوا مني. طبعا العنوان لسنة 2000 ومدام لبابا يونس كمان ما رح أنساها، وداد عجيب هلا ذكرتها، أكيد كل عام وهم بألف خير جميعا. لأن سنة تحقيق الأحلام، تأسيس لـ3 سنوات لقدام، رزقها كتير كبيرة ولكن بنفس الوقت امتحان كتير قاسي. طبعا كل خطواتكم لازم تكون مدروسة بدقة بسبب تواجد زحل الحاكم على برجكم، وهو كوكب الامتحان، كوكب الثبات، كوكب العقاب والحساب، يعني فبدهم يكونوا دقيقين وحذرين منتبهين. لأنه عاملين زحل والمشتري كمان عاملين تربيع مع أورانوس اللي ببيتهم الرابع، فهيدا الشيء شوي يخفض لهم علامتهم، بيأثر على حياته الشخصية العائلية المنزلية، مثلا سفر لأحد أفراد الأسرة، انشغالات بأمور شخصية عائلية منزلية. صار المستمعين أو المتابعين لألي بيعرفوا شو بقصد بهالثلاث كلمات، إما إيجابا أو سلبا، زواج، طلاق، شراكات، فت شراكات، سفر، مشاحنات، خلافات أو مصالحات، مرض أو شفاء من مرض، مشكلة بالشغل، ولادة طفل، سفر أو إضافة في نطاق الأسرة، بناء منزل، شراء منزل، بيع شراء سيارة أو بيع سيارة، كل الأمور شغل الشاغل. في عندك حلم صعب ويتحقق ورزقة كتير كبيرة، صار لك ناطرة 12 سنة بتحصل عليها بسنة 2021، يعني إذا بقول رزقة معنا مال حلو، يعني ما كل حدا يفكر انه مال رزق، ما ممكن اولاد، لا مثلا اللي ناطر مثلا بده سياره بجوز يشتريها، اللي ناطر تخرج بجوز او شهاده يحصل عليها، اللي ناطر مولود جديد، بيت، في ناس ما قادره تملك بيت، كل انسان حسب حلمه. وطبعا ومحتمل تكون مال ان شاء الله، فكل حدا حسب حلمه. الرزقات حلوه يعني الرزق او المال ان شاء الله، إن شاء الله. طبعا بشهر ايار وحجران دير بالك على مصرياتك وقرف وين بدك تحطها. في تتجمد الامور من شهر ايار حتى تشرين الاول، يعني ما بتكون مثل ما بدتوا، لانه رح يتراجع المشتري يرجع لبرج الدلو بحزيران، ولكن الامور الماليه، عفوا الامور يعني انه بده يحصل على رزقته، بجوز تتجمد الامور ما يحصل ولكن بيرجع بيحصل عليها. اصعب الاشهر هن كانون الثاني ايار اب تشرين الثاني، دير بالك على صحتك بشهر تموز، افضل الاشهر شباط اذار نيسان حزيران تشرين الاول كانون الاول. ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير يا رب العالمين. بمواليد برج الحمل بدي عايد أولاد الأستاذ بشار الخير ومنال سلهب، ابنهم محسن وابنهم علي، بالتوفيق والنجاح يا رب العالمين. كلام وأنتم بخير إن شاء الله، أكيد من لهم كلام وأنتم بخير لجميع الأسماء اللي ذكرت.